بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة درمان الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مثيرون للجدل، حلقة أتشرف كثيرا أن يكون ضيفي فيها الدكتور محمد محي الدين الجميعابي، الناشط السياسي والمجتمعي المعروف. دكتور، مرحبا بك على قناة درمان الفضائية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ومرحبا بقناة درمان. مرحبا بك. وأنا يعني أتأسف ابتداء أنه آخر مرة قدمت يعني حلقة في تلفزيون أم درمان أو قناة أم درمان، بعدها بكل أسف أغلقت القناة. أتمنى أنه هذه المرة لا أكون سببا في ذلك. الآن نعيش أجواء من الحريات يا دكتور. يعني مرحب بك دكتور. حلقتنا دارينا زي ما بقولوا ما بين العام والخاص. دكتور محمد محي الدين الجميعابي، ناشط سياسي وناشط مجتمعي وتنفذ في النظام السابق في عدد من المواقع التنفيذية والمواقع التنظيمية، وقيادة على مستوى الحركة الإسلامية بدرجة أمير، يعني على مستوى الخرطوم. يعني ما في شك أنه سيرتك زاخرة بالكثير مع قراءات للمستقبل من واقع التجربة الماضية. يعني فخليني أبدأ معك هذا اللقاء أو هذا الحوار بسؤال ابتدائي كده. أنت في الفترة الأخيرة كنت بتنادي بالتغيير في كل لقاءاتك الصحفية وفي الندوات، تفتكر أنه أنا أوان التغيير يعني، لكن شهدت قبل أيام تخرج ضد حكومة التغيير في مظاهرة. طيب، بسم الله أوله وآخره. أنا حقيقة لي 17 سنة وصلت حد الخلاف التام مع نظام الإنقاذ، وكنت بعتبر أنه نظام الإنقاذ تحول إلى دكتاتورية يعني قميئة وقبيحة جدا، وبقت الدولة ماشية بالمؤسسة الأمنية، واستمرار الرئيس وإصراره على الترشح هذه كانت كارثة. أنا ناقشت عدد من الناس، ناقشت على عثمان، بقول لي يا أخي أليس فيكم الرجل الرشيد؟ معقول للدولة للحزب للحركة الإسلامية دي 30 سنة ما عندها بديل عشان تقدمه؟ الأغرب من كده أنه عرفت أنه على عثمان مش أنا قال الكلام ده الرئيس. نعم. أي قلت له ما معقول، ممكن من باب المناصحة يعني. أي طبعا. قلت له أنتوا الحاصل لكم شنو؟ إخواننا البشير ده يعني حجب القيادة دي من ست أجيال من أجيال السودان والحركة الإسلامية وناس المطاردة، حجبوا الرجل واحد وكان عنده نية تاني واصل، فاستخف قومه فأطاعوه. يعني أنا يعني حقيقة يعني بس دكتور الرئيس كان بيجي بإجماع المكتب القيادي وشور الحزب بترشيح من الحركة الإسلامية، كيف حجب يعني؟ أخي الكريم، يعني أنت يعني الناس على دين ملوكهم، الزول ده قاعد في محل الداير يرهب أرهبه، الداير يغري أغراه، كويس؟ يعني الفترة دي ما يعني ما خلى لزول ولا خلى لشباب جنبه ممكن ينصحوه ولا يعني يعترضوا على حديثه. والأسوأ من ده أنه الكادر القيادي اللي بعده كله كان مستسلم، وكلهم كانوا معظمهم كانوا ضعاف جدا يعني. هن ذاتهم يعني استمراريتهم في الحياة دي وفي الحياة السياسية كانت مرهونة ببقاء الرئيس، عشان كده دي كارثة كانت. وسب على الحركة الإسلامية، سب على الحركة الإسلامية، شخص واحد يفرض نفسه رئيس دولة 30 سنة ودار يزيد كمان، وما في زول يقول لي يا أخي تايم اوت شغلتك انتهت. فدي الكارثة حقيقة المارسة الرئيس البشير على الحركة الإسلامية السودانية وعلى شعب السودان، يعني أنه بقى دكتاتور وبقى أناني جدا حقيقة، وعزل الناس من القيادة ودار يستمر. دكتور، حدث التغيير اللي بيطلعك شنو في مظاهرة ضد حكومة التغيير؟ حكومة حمدوك دي؟ نعم يا أخي سبحان الله، إحنا كلنا يعني أنا شخصيا والله بعتبر أنه يعني الانتفاضة دي الثورة دي يعني لو عندها ثمرة واحدة أن حلت السودان من هذا الحكم الدكتاتوري. طيب. البغيض حقيقة. طيب بدينا، لكن كمان الليلة دي
هسه انا بسالك، احنا الحاكمنا منو؟ حمدوك. ما حاكمنا حمدوك، المرجعيه منو؟ المجلس السيادي. لا، المرجعيه الحكم منو؟ القوى الحريه والتغيير. قوى الحريه والتغيير هي ذاتها منو؟ يا اخي الكريم الصادق المهدي هذاك يعني رافع يده منا وحاكم بهنا. الحزب الشيوعي صدق يوسف كلهم قاعدين بغادي واحنا ما عندنا علاقه بالشغل وحاكمين بهنا كوادرهم كلها. حقيقه اس الحكم الموجود ده اهله ناكرينه، كلهم حاكميننا من وراء حجاب. طيب دكتور نطلع فاصل ثم نواصل. مرحبا بكم سادة المشاهدين مجددا. دكتور عندك تحفظاتك على حكومة حمدوك، تفضل. احنا حقيقة قلت ما عندها مرجعية يعني. اول شيء تفاءلنا بالتغيير، لكن الحكومة دي الان ما عندها مرجعية. يعني انا برجع بقول لك انه في تحالف قوى الحرية والتغيير، جسم سياسي كبير هو المرجعية، في احزاب بضم العديد من الاحزاب. ما في، انا بالنسبة لي الان الحكومة دي ما عندها مرجعية. الحزب الشيوعي السوداني اعلن انه هو ده موقفه كحزب. نعم نعم، حزب الامه وصادق المهدي اعلن كويس، الدقير اعلن على استحياء. اخي الكريم مرجعيه الحكم منو؟ احنا نسال منو؟ لو في زول غلط نمش لمنو؟ لو في زول ظلمنا نمش لمنو؟ لو دارين نحاور نحاور منو؟ الحكومه دي حقيقه اول شيء ما عندها مرجعيه. احنا زمان جبهه الاسلاميه، اسلاميين، شيوعيين، اي حاجه. انت ناس اخطاوا بتحاسبنا الليله وباكر وللتاريخ. لكن عليك الله الليله دي نحاسب منه المسؤول منه. شايف انت يعني تكلمت وقلت لي والله انت طلع، انا المظاهره المركزه فيها مؤخرا دي انا كرئيس لمنظمه انا السودان، انا شغال لي 26 سنه في العمل الطوعي وما شغال سياسه. 26 سنه في العمل الطوعي، المدارس اللي بنيناها والله لو قلت اساميها اشهد الله انا على يقين انه قيادات الحريه والتغيير اسامي المناطق اللي احنا بنينا فيها المدارس ما بعرفوها. احنا بنينا في نهر عبره تيات وشبابيت، بنينا مدارس واشتغلنا شغل كونستراكتيف، شغل ايجابي تنموي حقيقي في البنيه الاساسيه للشعب السوداني. مشينا لمناطق ما ساهمت معانا الدوله بحاجه، اشتغلنا بيدينا، اشتغلنا بمالنا، اشتغلنا بحراكنا للشعب. دكتور في مآخذ وشبهات حول المنظمات دي، حقيقة خلينا نقول لك يعني في مآخذ وفي شبهات حول المنظمات دي وعلاقتها بالنظام السابق، لذا تم حلها. أخي الكريم تذكرها مصادر ومنافذ للفساد يعني. شوف 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 يا بكري، احنا أهم شيء المواجهة. أنا رئيس منظمة أنا السودان. نعم. إذا أنت نما لعلمك أي شبهة في شغلنا قولها لنا. أنا شغال 26 سنة في العمل الطبيعي. كويس. شيدت 109 مدرسة، صنت 550 منشأة تعليمية. أنا الجهة رقم 2 في الرعاية الصحية الأولية في السودان، الجهة رقم 2 في الرعاية الصحية الأولية في ولاية الخرطوم. إحنا اشتغلنا شغل إيجابي، أما في العمل الثقافي وفي العمل الاجتماعي في قضايا التسجير اشتغلنا شغل كثيف. إذا في أي زول بيظن أنه الدولة دي كان بتدعم ميزانيتنا أو الحزب بدينا، أنا ما عندي علاقة بالحزب ولا عندي علاقة بالمطار الوطني، وقاعد أهاجمه كويس. وفي يعني مرات نعمل برامج يتحمسوا لها، ومرات كثيرة جدا ما في زول ولا بقول لنا كتر خيركم ولا إحنا ذاته دارين منا. دكتور إذا خروجك من أجل المنظمة فقط؟ لا، في الأخيرة دي كل إحنا طلعنا 34 منظمة، مشينا قدمنا مذكرة في اليو ان أمم المتحدة،
ومن هناك تحركنا بشارع الجامعة، جينا طوالي علي علي وزارة الرعاية الاجتماعية، لأنه دي الجهة اللي حلتنا كويس. ومعادة طوالي جينا للمفوضية. أنت ما تسألني إحنا حلونا ليه؟ أنا بسأل نفسي، لينا الشيخ دي ومؤسسات حلونا ليه؟ إحنا عملنا لهم شنو؟ أنا ما قلت لك المنظمات دي تدور حولها يا اخوي يا بكري وشبهات. يا بكري تدور والله تجي عديل والله احنا دايرين معلومات، انت سويت وسويت، حاسبنا كويس، حقق معانا، اتكلم معانا يا اخي. نحن لا نحري لا ندري، القى مكتبي استلموت 6 عربات شرطه يا اخي. ليه احنا عملنا شنو؟ 26 سنه احنا متفرغين للعمل الطوعي، يعني دي مش اهانه لينا وللعمل الطوعي؟ سوينا شنو؟ غلطنا مع منو؟ مصادركم من وين يا دكتور؟ من الله. احنا ونعم بالله مصادركم من وين يا دكتور؟ احنا فلسفتنا كلها قايمه على تفعيل وتفجير طاقات المجتمع، الكوميونتي موبيلايزيشن، حراك المجتمع، كوميونتي كونتريبيوشن، مشاركه المجتمع، كوميونتي موبيلايزيشن. احنا معتمدين على مشاركه المجتمع. يعني اديك مثال، احنا الجهه رقم 2 في الصحه في السودان، أنا وصلت 109 مستوصف خيري. ال 109 مستوصف خيري دي ما بشيل منها ولا جنيه في رأس المنظمة. أي قرش بيطلع منها بطور بشغل وأدي العاملين. إحنا اعتمدنا على المجتمع المحلي. إحنا تاريخنا كله ما استلمنا ولا دولار من أي جهة خارجية. ولا داخلية. ولا شفت. يعني عملنا شغل في الإيدز وفي الملاريا مع الـ UNDP. ذكرت العلوم ميزانية كده محدودة بدون لابس سعر رسمي ومتابعيننا في إنفاذ ده بدري كويس. لكن نحن ما بيجي أول شيء أي مال أجنبي ما قاعد يجينا، إحنا بنعتمد على أصدقائنا وبنعتمد على يعني أسانا العمل الصحي والعلاجي شايل نفسه براهم، شايل 109 مستوصف شايلين نفسهم براهم. أنا ما بشيل منهم قرش وما بدعمهم، ولو أسي في مستوصف أنا لازم أدعمه، في الغالب بدور وبعدك بخليه. يعني احنا يعني عندنا اول شيء ما ناس بنكدس قروش ولا بنجمع قروش، ولو في اي زول في الدوله دي ادانا قروش اللي يجي حاسبنا. دكتور افهم انه الخروج ده بس من اجل المنظمه والعمل الطوعي، ما عنده اي ابعاد سياسيه؟ لا ما عنده اي ابعاد سياسيه يا اخي. احنا ليه يقفلونا؟ وايش معنى احنا من دون؟ انا عارف هم اتخذوا القرار ده بناء على شغل سياسي، دارين يجي يقول والله المنظمات دي عندها علاقه بالمطور الوطني او حقه الحكومه او حقه الاسلاميه. طيب يعني اذا افترضنا انه عندهم 20-15 منظمه، ان نقول ان عندها علاقه بالحكومه ولا بالحزب، احنا بنعرفها دعم الطوعي تعال حاسب الزور، لكن بيكونوا انتهزوا الفرصه ودخلونا احنا وسطهم، لانه اقل شيء بيقولوا والله جمعابي ده زول اسلامي خلينا نحرقه مع الناس زي. انا ذنب شنو؟ انا زول في العمل الثقافي في السودان ده في تاريخه ما في منظمه اشتغلت شغلنا اسلامي رغم نقدك المستمر للاسلاميين. نعم يعني انا عندي منتدى كل اسبوع بتاع حقيبه، عندي عمل ثقافي، انا اللي بمثل السودان في الخارج يعني سنويا بالاطفال اللي بيشاركوا في كل المنافسات العالميه والاقليميه وفي مهرجان الطفل العالمي في تركيا كويس. احنا العمل الثقافي ده كله احنا كمنظمه نفتخر انه رفضنا للشعب السوداني ده، مرقنا له احمد الصادق وحسين نفتخر بهم، مرقنا لهم طه سليمان، رماز مرغني، امين القلع، يعني طلعنا عدد طلال الساته فنانين محترمين مميزين. دكتور ديل بنيناهم بناء. دكتور دي حكومه اليسار ولا طالما انت اشدت باليسار، يعني ممكن استشهد لك بالكثير جدا من المقولات نعم والمواقف اللي تكلمت فيها عن اليسار السوداني. نعم دي حكومته يعني. دي حكومته ولا طالما انتقدت اليمين وانتقدت الاسلاميين. انا واحده من العبارات الراسخه في ذهني في واحده من حواراتك قلت الاسلاميين بعد 30 سنه يستحقوا انهم يطلعوا بالبسطونه والعصايه. نعم في جريده التيار في كوبايه شاي لانه فشلوا، لانه فشلوا لدرجه انهم يطلعوا بالبسطونه. نعم يطلعوا بالبسطونه والعصا، انا قلتها في كوبايه شاي في التيار. نعم. لانه ظلموا الناس وبعدين احتكروا السلطه واستغلوا وجودهم ووجهوا الامن الاجهزه الامنيه لقمع الناس وما استمعوا للراي الاخر، استحقوا يغادروا. وقلت بعد ذلك لو ما مشوا بالتي احسن يطلعوا بغيرها، واستحقوا يطلعوا بالعصا والبسطونه. الكلام ده انا ارجع ثاني لقصه المنظمات، احنا ذنبنا شنو؟ يوقفونا ليه؟ يعني انا مثلا احنا كمنظمه متخصصين في رعايه الاطفال فاقدي السند مجهولي الابوين.
دكتور ما قاعدين نتكلم عنه. دكتور ما راضي عن اليمين ولا راضي عن اليسار. لا 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 والله ما قصة راضي. احنا يا اخي يعني دارين عندنا شنو؟ احنا شغالين في شغلنا، ماسكين ايتامنا، بنقري فيهم، بناكل فيهم، بنصرف عليهم. واسي بالمناسبه دي ناس كثيرين ينزعجوا انه الماسكيننا وان الاطفال حسوا لهم شنو. هسه انا بقول الاتي، والله مش يعني انا ما داير اقول لك كلام يقول جعب شكر في نفسه، لكن والله انا باذن الله اي اطفال مجهولي الابوين يعني او اسر ضعيفه او فقراء احنا ماسكينهم، والله هون ياكلوا انا اولادي ما ياكلوا. لو عندي حاجه ولا بعدين ابجينا حاجه، ولا اولادنا بموتوا ليه دايرين يجففوا مصادرنا وخدت يدهم على حساباتنا ويمنعونا الشغل؟ يا اخي عملنا لكم شنو؟ احنا سوينا لكم شنو؟ تجوا توقفوا منظمتان السودان دل ما اليساريين اللي كنت دائما بتشيد بيه. طيب ما خلاص اليساريين ده جايين متعطشين، جايين بلؤم شديد جدا، شايف؟ وانا كلمتهم قلت لهم اذا انتم ضيقتوا علينا ووقفتونا من هنا بعد لقوا عبكم. احنا لو خلينا العمل الطوعي بننزل العمل السياسي، والله 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 ننزل العمل السياسي نجففهم في الجامعات وفي اي موقع. انا قدامك ده مستعد اتفرق تماما للشغل. دارين عندنا شنو؟ احنا قلنا السودان ده يشيلنا كلنا، قلنا يشيلنا كلنا يساري ويميني واسلامي وغير اسلامي. دارين عندنا شنو؟ يحلوا منظماتنا ليه؟ شيلنا قرش من زول، شيلنا لينا دولارات من زول، وخدتنا ليك واحد بيتكلم اسمه مجد صالح، والله مجد صالح ولا شنو الناس الحرية والتغيير دي الأبعاد اسمه وجدي استاذ مجد صالح، هاي قاعد يتكلم منظمات الفاسدة. خلينا نجي معانا هنا يورينا فسادنا شنو، لو بيعرف عننا اي حاجة اللي يقول. شايف يا اخي يجوا حاسبونا يتكلموا معانا، لكن لو اصلا الناس دي جايين بنية الانتقام ما خلاص احنا كان وصلت حدا الساحة دي بنعرف نواجههم فيها كيف. لكن يا اخي تعود للعمل السياسي. الشعب السوداني ده يا اخي كله فرحان للتغيير الحصل، يهدد بالعوده للعمل السياسي. اي الشعب السوداني تفتكر يا دكتور نعمكم فرصه ثانيه؟ نعم منو انتم كاسلاميين؟ هاي انت داري اقول لك حاجه، يعني الشعب الاسلامي يا دكتور عنده فرصه ثانيه سواء كان في الجامعات او غيرها. ركز معي شوف، يعني انا ما بتنكر ولا ببصق على تاريخي في الحركه الاسلاميه. فزقت يا دكتور وقلت التجربة لا تشرفني ولا تمثلني. لا ما لا يمثلك شنو؟ عيني انت. ما الفكرة؟ ما الفكرة؟ أنا بتكلم عن ممارسة سيئة رديئة قاموا بها أفراد. وأنا يعني تجربة الإنغاز بالنسبة لي ما عادت تشرفني. لكن الآن أنا بعد الفترة دي كلها بعتبر أنه لو جيت راجع على الشغل ما بيشتغل بالعقلية الأولى، اشتغلت بها كإسلامي. أفراد كيف أنت تكلمت عن الحزب مؤتمر وطني، تكلمت عن الحركة الإسلامية وصفتهم بالضعف، وصفت المؤتمر الوطني في واحدة من حواراتك بأنه بقى أقرب لقوى الشعب العاملة حزب نميري. كل الكلام ده صح، حسنا أنا ما متحمس للمؤتمر الوطني وتكلمت قلت ولا أنا الحركة الإسلامية ولا حركة عيني كويس. أنا قلت الاثنين دول ثاني ما عندهم مستقبل. سألوني قالوا المستقبل شنو؟ قلت لهم المستقبل في المنظومة الخالفة. الكان بدعوا لها شيخ حسن. منظومة دي حاجة مبهمة كده. لا مبهمة بالنسبة للزول اللي ما اطلع عليها. أو أنا ناقشت الشيخ حسن وجزارني وقعدت معه وأنا قريب له جدا. شيخ حسن في رأيه أنه بعد ده إحنا نمشي للعمل المفتوح والإنسان يقبل الرأي الآخر. وما عندنا مانع نشتغل معاهم، لكن بالحجة احنا ما دارين نستأصله، لكن برضه بنخلوه يستأصلونا، دارين يحاربونا بالفكره اللي حاربونا. يعني انا حتى فهمي لفهم لفكره الحركه الاسلاميه ما عاد زي اول. يعني انا الليله مستعد اقبل يعني الحاج وراق يشتغل معي في كابينه واحد، انا ما ضده. السودان ده المواعين السياسه بيشيلنا كلنا. دكتور على ذكر الراحل الشيخ حسن الترابي رحمه الله عليه وربط اللي نقدك للرئيس السابق البشير، انا قريت لك برضو انه قلت انه سمعت من الترابي انه البشير هو المرشح لقياده المنظومه الخالفه والمرشح لقياده الفتره الانتقاليه. طيب انا ناقشت الشيخ حسن كان بيكلم فيني، قلت له وانا شاكي في الكلام، قلت له الشيخ حسن هل انت عندك ثقه انه الرئيس ده يقود لك المنظومه الخالفه؟ قال لي اتفق معي على ذلك. اقول لك دي شهاده الله بيسالني منها. قلت له زول ده بشير يقود المنظومه الخالفه. اي انه مستعد يقودها، لكن انا بالنسبه لي الرئيس اصابته عدد من الحاجات. نعم. اول شيء الرئيس ده كبر. الرئيس السابق نعم. الرئيس البشير ده كبر انا بالنسبه لي،
كبر يعني كبر بمعنى عند السودانيين ده المعنى معروفه يعني شنو؟ عجز عجز خلاص يعني بعد ده ما بجمع. وانا بالنسبه لي الناس اللي ما بجمعوا كثيرين هسه ما هو حزب اللي مفوز زول الطلق خلاص، والاتحادين عندهم زول الطلق، ولا حتى المؤتمر الشعبي عندهم طلق بمعنى طلقوا يعني خلاص بعد ده ما عادوا بيتحكموا في طريقة كلامهم ولا في تفكيرهم. لابد من ظهور قيادات جديدة غير ديل. أنا بالنسبة لي الناس ديل خرفوا باختصار شديد جدا. يعني حقه بعد ده تجي قيادات أخرى. كان ده قلت أنا من بدري. شايف أنا داير أقول لك البشير بالذات ما صدق مع الشيخ حسن. يا أخي البشير ده والله خليني أقول لك الكلام. وين كان المجالس يعني بأسراره؟ أي دكتور زمن الغطغطة والدزيس انتهى. أنا مرة بتكلم مع الرئيس ده. الرئيس ده بتكلم معي عن الشيخ حسن بعنف شديد جدا أيام المفاصلة. قال لي والله أنا الشيخ حسن ده، قال لي والله إلا أكنت له أتقرب به ولي الله. قلت له هون عمر تجنيت؟ معقول تختلف مع زول يكون فهمك انك داير تاكل له تتغرب به لله؟ تتناقشنا نقاش حاد جدا. شايف ده بيكون ايام المفاصله الاولى يا هو طبعاً. ايام المفاصله ذات الناس معبي. قلت له الكلام ده ما بجوز ولا بيصح. انا داير اقول لك الان المطلوب شنو؟ الان المطلوب يعني لو انت قلت لي المنظومه الخالفه ممكن تجمع الناس، انا علي قناعه تامه انه حركه السنه بفهم الكام ماشي غير صالح. المؤتمر الوطني ده 100% ما صالح انتهى. رايك شنو في حله يا دكتور؟ رأيي في حله، شوف أنا في رأيي بناء على موقف البيان أنت بتتجاوزه بالغناعات الممكن تغيرها للشعب السوداني ده، لكن أطلع قرار أعزله ده ما الحل. الحل نحن نراهن على الجماهير دي هم الليلة دي زلو. يعني أنت ما مع الحل؟ أصلا أنا مع ولا مع حل الحزب الشيوعي ولا مؤتمر وطني ولا أي تنظيم. الجهة اللي بتحل وبتعزل هي الشعب. أنا رأيي كده. الزول حتى لو عنده باطل أغنع به الشعب السوداني ده خلاص اللي دور يجربوا الشغلة دي. لكن أنا أصدر لي فرمانات وقرارات تعزل دم ما بكرة دي الزول ده بيجمع حاله وممكن يفكر تفكير بعد غير منطقي، يفكر معك تفكير عنيف جدا، يمشي يشطح يعني يستعمل العنف يقتل يخرب. دكتور لكن لو أخذنا بكلامك إنه الحزب ده فيه من أفسد وفيه من استقل وفيه من عزب وفيه الكلام من عزب أي من عزب ومن استغل ومن 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 إلى آخره. أعزلهم وإنت عندك كلام أعزلهم بالشعب. أنت عندك كلام عن بيوت الأشباح يا دكتور؟ أعزلهم بالشعب السوداني. عندك كلام عن بيوت الأشباح؟ نعم. تفتكر إنه منظومة سياسية بالاتهامات اللي أنت بتقولها دي ما مفترض إنها تحل؟ لا ما تحل. تعزلهم بالشعب السوداني وتحاكمهم على جرائمهم وتحاكمهم على ممارستهم. أنا والله أتمنى أي زول يتعذب بيوت أشباح غير بيوت أشباح يمشي طوالي الآن النياب حقيقة ويفتح بلاغاته عين شفتها ويشيل حقه. إحنا أنا معه وأنا متعاطف معه. ما ده النظام استلط على الناس وأذى الناس. المعلومات دي حقيقية يا دكتور ما مزايدة من المعارضة السابقة يعني للإنقاذ؟ شنو كلام عن بيوت الأشباح؟ شوف أقول لك حاجة. المقالة في الفساد عين أسمعني جاي. ما هو أسي أنا أما نسمع رئيس مجلس السيادة يتكلم يقول انه احنا ما يعني ما رصدنا اي اموال ولا رصدنا فساد مالي ولا غيره. انا بقول للناس اي زول عنده ادلة يمشي طوال النيابة والغضب عشان ما نقول كلام سعي. بس انت قاعد تقول تتكلم عن الفساد بشكل كبير جدا، تتكلم عن التعذيب، تكلمت عن انك سمعت انه في بيوت اشباح. نعم. وقلت انه ترفع تقرير لشيخ حسن الترابي قبل كده. لا انا ما قلت ترفع تقرير لشيخ حسن، لكن انا كنت عارف انه في ناس جو اشتكوا لشيخ حسن. اما بيوت الاشباح دي يعني انت لو جيت داخل عاده معتقلات الامن ما بتعرف. بتعرفها ما هو الامن ده لو داير عذب لزول ما بعذب قدامك انت. لكن أنا مقتنع تماما أنه الأمن ده في أي نظام لئيم. يعني ممكن كان لقى له فرصة في زول معارض بيبشع به. شايف كان نميري والله كان فترة البشير بعد والله قبل أجهزة الأمنية دي لو لقيت فرصتها في زول بتخلي. وإحنا في رأينا أنه الأمور دي لازم نضبطها ضبط قوي جدا. أسي الآن أنا خلاصة رأيي أي زول تم تعذيبه، أي زول أساء له، أي زول نهب حقه، أي يمشي طوال يفتح بلاغه ويجمع أدلته والناس يساعده.
واي زول مارس الممارسه دي انت يتكلم عن العزل، ده زول المفروض يعزله، وده زول يفترض يغادر الحياه السياسيه، يغادره بانش معاقب، لانه المحاكم دي لو اصلا عندك سلوك سيء زي ده يفترض من المحكمه يعني بعد ما تدينك ازيك ده ثاني ما يخلوك. دكتور، رغم الراي الحانق لك في الحركه الاسلاميه وتجربتها، عندك راي ايجابي جدا في الشيخ حسن الترابي رحمه الله عليه. نعم. ودي حركته البناه هو يعني. نعم، شوف شيخ حسن ده يعني انا على اختبار شيخ حسن ليه، خليني اديك واحده من مقولاتك في الحته دي، قلت انه الحركه دي لو ادوها 100 سنه ثاني ما بتجيبوا مال، ما ادوها ما بتجيب زي ما شيخ حسن، ما بتدوا ثاني. انا شيخ حسن ده تبدي ما تجربته يا دكتور ما تجربته يعني. ودي حركته يعني عين لي كويس، عين لي كويس، ودي تلاميذه وده الرئيس الجاوي يعني. عين لي شيخ حسن ده انا يعني قربه كده 55. انت ليه بتفصل بينه وبين؟ خليني اتكلم. تفضل. 55 سنه انا جنبه يعني، انا قعدت مع الرئيس، انا قبل ما ادي تفاصيل الرئيس ده قال لي والله انا الا كنت لا اتقرب الى الله يعني. اذا اصلا ده الزول جابه وشوفه قلب على كيف، ما خلاص انا بقول لي شيخ حسن انت مربي افاعي، قلت عليه قلت له انت مربي افاعي، وكل الافاعي اللي ربيتها حتاذيك وتاذي الشعب السوداني، وقاصد مجموعه ناس، ما قصد الرئيس براو. جيت قلت له مركت من احنا في لجنه الابسط، طلعت من علي عثمان وجيت لي بالشيخ حسن وقلت له الكلام ده، وقاعدين بالعشره قلت له انت مربي افاعي، واحنا قاعدين طوال الافاعي زاعوا البيان بتاع 4 رمضان، قلت له الان انت ايقنت انك مربي افاعي؟ انا دار اقول لك شوف الرئيس ومجموعته ومعاون علي عثمان ديل خانوا الشيخ حسن خيان عظم. الشيخ حسن ده زول ليبرال جدا، زول بتاع حريات، انا شاهدته مع يوم المفاصلة دي، والله أنا قاعد جنبه، جو الشباب ديل قالوا لنا إحنا دايرين ربع ساعة، ربع ساعة تلت ساعة أي زون يجيب لك راسه هنا، كان بيعمل كده، بيرفض تماما، أنا ما داير أصلا دماء، أنا ما داير أي انتقام. شيخ حسن رجل بيؤمن بالحريات، شيخ حسن حريص جدا أنه الحركة الإسلامية ما يخليها تعيش في جو الدماء. ما طلعت معه للشعب لشنو؟ إذا كان أصلا بكل هذه ما شنو؟ ما طلعت معه للمؤتمر الشعبي لشنو؟ أيوة إذا كان ليه هو بكل هذه أنا يعني. شوف شوف أنا ما أنا 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 حر في رأيي ومستقل. شيخ حسن نفسه وضعه كان عاجبه، أنا لأنه أصلا ما مقتنع بالانقسام، أنا ما مقتنع أن الناس يمشوا وطني وواحدين يمشوا شعبي، أنا ضد المسألة دي، أنا مع الناس يتلموا. وفي نفس الوقت طيلة المدة دي يعني عشان أقدر أشتغل وألم الناس وأقربهم يعني، كان على اختبار ناس الوطني ما بطاله، وعلى اختبار شيخ حسن بالذات علاقة حميمة جدا، ما أقبل فيه أي حاجة، ده أنا أعتبره زول أبو لي، شايف؟ ما كنت بقبل أي شيء وكنت بزود عنه. وأنا في مواقع كثيرة أما عرفت أن الحكومة دي كان عنده النوايا خبيثة جدا تجاه ناس الشعبي، اشتغلت كلها أجهطها في وقتها بالاتصال بكذا بكذا بكذا. فشيخ حسن ده ذاته رجل عظيم، اصلا ما طلب مني انضم للشعبي والله، اصلا ما طلب مني، وكان بيتعامل معي تعامل رقيق جدا واحترمني جدا، شايف؟ فانا لانه ضد المفاصله، انا ضد الانقسام، شايف؟ لكن ال- 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 الاهم من ده كله يا بكر، احنا بلدنا دي نوديها على وين؟ جايين للحته دي. الاسلاميين ديل نعينهم كيفين في انه مش يتوحدوا، لكن اقل حاجه يجتمعوا لنا على راي ايجابي يعين الشعب السوداني. انا مقتنع انه التجربه العمله البشير تجربه يعني تحسب سلبا على الحركه الاسلاميه. البشير ده مش دمرنا يعني، قدم أسوأ تجربه باساليبه بتاعت القاء. ترى التجربه دي انت كنت جزء منها، كنت معتمد في اكثر من كنت رئيس الحزب في ولايه الخرطوم، كنت نعم. امير الحركه الاسلاميه في ولايه الخرطوم، يعني التجربة دي انت جزء منها. ما جزء منها، انا ما اعتقلت لي زول والله، انا محافظ حتى لو فاشلة. لا معلش معلش، كتجربة فاشلة خلينا من الاعتقاد. لا لا ما هي اقول لك حاجة، الان بتنتقد في التجربة كلها خلينا من الاعتقاد. لا 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 لا، انا ما بنتقدها كلها يعني. انا الليلة لو قلت لي انا كنت محافظ ام درمان، طيب كنت بقدم نموذج، كنت محافظ الدامر عندها لك يعني، انت لو انت زول من الدامر اساله يعني كذا شغلك شوية. انا المدة اللي اخذتها في الدامر دي شفتها بنيت بأنا السودان مدرسة النوبة والفادنية سيال العباب ده دامر بلد مبروك يا دكتور. عاين لي عاين لي جايب لي حبة معي شفتها مدرسة النوبة والفادنية، مدرسة جابراب، الكتياب، مدارس العقيدة الاثنين، مدارس زيداب الأربعة، الفاضلاب جنوب، مطيور وسط، سولة،
دكتور الحسب الله عين داعب عليها لك بغادي. انا بس منطقه الدامر دي بان السودان فتره هناك انا شيدت فيها 56 مدرسه. دكتور تجربه بكل هذا السوء تجربه الحكومه السابقه تجربه الاسلاميين تجربه البشير ايا كان يعني انا مصير انك انت كنت جزء منها. نعم. كان متاح لك يا دكتور انك تطلع من التجربه دي ما طلعت التجربه دي دكتور ما طلعت من السلطه برغبتك انت حتى لما طلعت قلت طلعت برغبه اخرين انتقدت دكتور أيوة كنت تنتقد المؤتمر الوطني من داخله اي ما تم فصلك ودي شهاده للمؤتمر الوطني تنتقد الحركه الاسلاميه من داخله ما عزلتك ودي شهاده لصاحب الحركه الاسلاميه دكتور محمد محي الدين الجميعابي ما استقال من موقع تنفيذي اصلا رغم رايه السالف في التجربه دي يعني انت دار تقول لي شنو في الله دار اقول انه ابعد انت ربما يكون عندك قبن شخصي قبن شخصي منو ما استغل لا 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 كل معتمد ما استغل اسمعني جاي ينتقد بعد ما طلع من السلطه يا بكري بكري رئيس حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم ما استغل بكري ركز معي جاي ينتقد بعد ما طلع من الموقع ركز معي ودي ازمتنا مع كثير من السياسيين يا دكتور ركز معي يا بكري نعم. انا كنت امين حركه وكنت امين اماره مؤتمر طيب مشوا بدر الدين طه والرئيس وكذا اشتكوا لي شيخ حسن الزول ده اتعبني جدا هنا لازم يغادروا الى الخرطوم دي انا كامن حزب نعم. انا زول بتاع حريه اما اعتقلوا محمد طه محمد احمد انا جننتهم ومشيت سجلت رجار وطالبت بالحق صراحه وانا الفتره اللي كنت موجود ما حصل اصلا اعينهم على اعتقال اي زول ولا تعذيب اي زول قام في الاخر عينوني عندكم انتم في الدامر تعين تعذب بعدوك مع انه هل الناس الدامر ناس محترمين وظريفين نعم. وممتازين وجدت نفسي وسيط وقدرت توفقت في انه خدمتهم كويس يعني انا في مجال التعليم معي اولادنا السودان ديل اشتغلنا شغل خرافي كويس في 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 محافظه الدامر فانا النازل يعني انا بنتقد وبتكلم وما بتردد جيت محافظ ام درمان وبنضم حط المفاصل وبتكلم وضاقوا بي جدا جيت الخرطوم وما سوى بدهم فرصه انا بتكلم دارين مرقوني اللي مرقوني انا كنت ضد اي هجوم على الشيخ حسن انا ضد المفاصله مرقوك يا دكتور مرقوني ما مرقت براي لا ما مرقت براي من اي موقع تنفيذي كنت محافظ الخرطوم اخر شيء ما طلعته اطلع وين تستغيل اصلا اذا كان رايك في النظام يعني يا اخي انا بتكلم وشغال وبخدم في المجتمع هم ضاقوا بي مرقوني مرقوني كويس انا اصلا لو داير اقعد راجل اي منصب ما ببقى دلقان واقعد وانا زيي كان بيجي انت قعدت لحد طلعوك يا ما علي انا زيي بقيت في محافظ انت ما عارفني انا النازل كلهم كنت اميرهم قبل 25 سنة أمير لحد شيخ حسن أنا أميره أنت عارف الكلام شيخ حسن الترابي أي ما أنا أمير حركة سيفي ولا خرطوم دي ما أنا أمير أمات مطمر عين لي لكن يعني إحنا شيخ حسن ده كان بيعاملنا معاملة غير عادية وكان بيحترمنا جدا شفتها وشيخ حسن ده بالمناسبة هو أنا اشتغلت مثلا مع مجذوب ولد كناي مجذوب ده أي ما يعني أي زول قوي بيحبه كراهيته في الدنيا دي الناس الضعاف احنا اشتغلنا شغلنا شفته وعملنا شغل بعدين احنا مدورين من الليل ولا من نمس احنا جامعه الخرطوم دي انا اخذت فيها 10 سنوات و4 شهور الاسامين دار كله اللي اخذ منه اخذ مده احنا في سجن ما دخلنا في احنا مرقنا وليبيا ومعسكرات وتدريب وكل اي حاجه ممكن تخطر على بالك احنا مرينا بها كشباب حركه اسلاميه انا الدائره اقول لك انا اشتغلت بقناعاتي وما في زول يعني كونه يتضايقوا مني ويصروا اني اغادر خلاص اغادر يعني انا داير اسوي لي فتنه امشي اعمل لي حزب براي انا ما عندي اي طموح شخصي كان دكتور لاجل التغيير قلت انك مع العداله الانتقاليه تقصد شنو بالعباره دي؟ شوف انا في رايي اي انسان ظلم من حكومه الانغازي الفتره اللي احنا كنا فيها او بننتقد او بنمارس انا في رايي اي زول مش ينال حقه ولو ظلم يسترد له حقه ويجي يشتكي ويبلغ احنا بنعرف انه في ناس عزل من خلال تجربه حل المنظمات عندك ثقه في العداله لا احنا ما حلتنا محكمه ولا نيابه لا حلتنا محكمه ولا احنا حلنا النظام السياسي وجاء يعني مستشار الوزيره ودخل وداير القوائم وداير كده وناس الحريه والتغيير حلتنا الحرية احنا حلتنا الحرية والتغيير ما الوزارة يا دكتور هي الوزارة شنو يعني الوزارة ما حرية وتغيير يعني
ما قبل قلت ما عندهم مرجعية. لا ما عندهم مرجعية، ما عندهم مرجعية، حرية وتغيير وشغالين. وده أنا عارف أنه ده أدب الشيوعيين. الشيوعيين ده عندهم حقد غير عادي، وجايين بنهم وبعطش، دارين ينتقموا، دارين يسيئوا. عندك كلام إيجابي يا دكتور عن الأخ الأستاذ الحاج وراق؟ هو في النهاية زول ماركسي. عندك شهادات إيجابية شديد جدا أنا قريتها عن الراحل عبد الخالق محجوب، لدرجة إنك قلت إنه الإسلاميين لو انتهجوا نهج عبد الخالق محجوب في اختيار القيادات لملكوا السودان. شنجدة عليك يعني. لا مش شنجدة، شو عبد الخالق محجوب ده زول ألمعي. يعني ممكن تخدته في مستوى الناس الرفيع التفكير. يعني لو خدت ناس الشيخ حسن وخدت الامير ولا حتى هو فاروق ابو عيسى انا قريت لك شهادات كثيره جدا الامير نقض الله بتخد حسن الترابي دي الناس كانوا ما عادي شايف ومارسوا العمل السياسي بطهر شديد وبنقاء لكن الليله الناس القايمين الدارين ينتقموا دي الدارين يعذبوا الناس الدارين يشيلوا حق الناس يعني انا بالنسبه لي بتخيل انه عبد الخالق ما زول اللي بيعمل كذا حزب الشيوعي السوداني لو عبد الخالق حي ما بخليه يرتكب الحماقات دي انا مقتنع بالكلام ده حزب الان معارض للحكومه يا دكتور منو حزب الشيوعي الان يا حالاته دي حاجه جميله جدا انا قبل قلت لك اجمل حاجه الناس اللي قاعدين يحكموا من وراء حجاب حزب الشيوعي السوداني هو معارض وكوادره كلها مدور البلد الصادق المهدي قال انا ما مشترك وكوادره كلهم جوا شايف الاتحادين اسمعني جاي وكلهم كوادر ما انتوا عملتوا انقلاب الانغاز وكنتوا مدورينا من ورا برضو يعني لا لا حتى لو الناس زوراه من ورا زي ما قال شيخ حسن قال ذهبتوا الى السجن هاي لكن القصه كانت معروفه ديك لي ترتيب سياسي وغيره وغيره دي برضو ما لها ترتيب لا لا ما علي ما عندنا معنى خلاص الزول من اماني صلع انتقده ويتكلم فيه انا داير اقول لك اللي بيعملوا في الشيوعيين الليله دي ده شغل ما مقبول يعني دين دارين ينتقموا دارين ينتقموا من دكتور خلينا واجهات التنظيمات دكتور تاريخ الاحداث احداث الثوره الاخيره دي ما تاريخ بعيد هاي. تفكيك النظام حل الحركه الاسلاميه حل المؤتمر الوطني عزل الاسلاميين ده مطلب جماهير يعني جماهير شنو الجماهير طلعت الشارع تهتف ضد الاسلاميين وضد يعني اسئل خلاص دكتور ما كان في كان في احداث وفي ثوره في الشارع تهتف ضد الاسلاميين ضد الكيزان ضد المؤتمر الوطني تنادي بالعزل تنادي بالدوس يا دكتور انت ليه بس خطيه في الشيوعيين الشوارع دي ما كلها تملت ما دي كلها كروت جدعاء الشيوعيين كله كوز ندوس ودوس ما بنخاف ما بنخاف ما دي كلها شعارات نزل الحزب الشيوعي ونجح فيها انا بالنسبه لي الحزب الشيوعي ده حقق مكاسب كبيره جدا في الانتفاضه دي ولما عضويه ما كان يحلم بها وخلى شعاراته يتبنوها الاخرين يعني كانه الاسلاميين ديل يعني انا عشان كده بقول لك عمر البشير ده بتجربته دي اساء ودمر الحركه الاسلاميه دمار يعني هو لاكو ما بيعمله جاب الكراهيه دي كلها جابها لانه هو بممارسه وممارسه اجهزته القمعيه ما كان عندها رحمه كان بتعذب كان بتقتل كل الكلام ده كله اخذ علينا كاسلاميين لكن ما خلاص دي جوله مشت احنا نصبر ونعيد ترتيب روحنا ونقدم نفسنا بقيمنا ونحرص عليها يعني لكن انا متاكد تماما انه الاسلاميين اسلاميين انا ما عندي الحركه الاسلاميه بتركيبتها الفاتت دي ما عندي فيها اي عشم ولا امل انها تقود السودان لكن مقتنع اخر اطروحه قدمها الشيخ حسن تحت المنظومه الخالفه دي ربما تكون هي قارب نجا وتكون هي اطروحه مقبوله ملامحها شنو يا دكتور قريتها انت الطلب نعم. اللي انا قبل قلت لك هي مبهمه بالنسبه للراي العام قريتها اهم ما فيها انها هي تتحدث عن السلام والسلام المجتمعي وتتحدث عن تخفيف حده الصراع وانه في قبول الاخر يعني لازم ناخذ لنا 3 إلى 5 سنوات نقبل انه مكونات المجتمع السوداني السياسيه دي كلها تعمل مع بعض وتوقف الحرب طيب وننشئ الاحزاب ونغذيها بفكرتها وببرامجها لازم الصراع الحاد ده يخف بعد ذاك السودان ده ممكن يمشي بتحالفات جديده ايجابيه. لكن في ظل المواجهه والحده ونحن اسلاميين دايرين الصقصه اليسار ويسار داير الصقصه يعني ما خاصه بالاسلاميين؟ لا 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 ما وصفه خاصه بالاسلاميين؟ ما تحالف الاسلاميين؟ لا 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 يعني ممكن تسال منها الزعيم الناصري اسمه المحامي ساطع ساطع الحاج ساطع من الناس اللي قعدوا مع الشيخ حسن
عبد الله مسار من نسل قاعد في المنظومة الخالفة. اه في المنظومة الخالفة. المنظومة الخالفة دي ساطع كان في المنظومة الخالفة. قلت لك من الناس حاوروا شيخ حسن كثير في المنظومة الخالفة. يعني عبد الله مسار قادة الأحزاب دي كلهم تقريبا تقريبا معظم الأحزاب دي شيخ حسن أدار معه حوار ووافقوا كلهم يجوا للعمل الجبهوي. الممكن نخفف فيه حدة الصراع ونقدم فيه أطروحات متفق عليها، أطروحات قومية، ونوقف الحرب. وبعد ذاك بعد 3 إلى 5 سنوات الأحزاب دي بتكون نضجت بفكرته وببرامجه وبغيره. بعد ذاك يا يجوا عبر تحالفات يا يجوا أي حزب براه. ما متفائل بالراهن يا دكتور؟ ما متفائل بالراهن الوضع اللي سيدا؟ نعم. احنا ماشيين عليه خلينا متفائل تجربة الحرية، الحرية والتغيير يا أخي أيش خليناني البكري الحكومة الانتقالية رغم إنها يا دوب يا دكتور لها 3 شهور يا بكري لها 3 شهور 3 شهور عمل شنو؟ ممكن تعمل شنو يا دكتور؟ لا عليك الله اسمعني ممكن تعمل شنو يا دكتور في 3 شهور يا أخي عليك الله الثلاث شهور دي أمشي أسأل البيوت، أمشي أسأل زوجتك، أسأل خالتك، أسأل عمتك. دي العمل شنو هسي؟ ممكن اعمل شنو يا دكتور في 3 شهور يا اخي عملوا شنو الليلة احنا لا انا بسالك في 3 شهور ممكن يا اخي ما حلوا اي قضيه كل الورثه القديمه يا اخي ورث يا اخي اذا انت ما قادر تحل زح ما انتم ما قدرتوا 30 يا اخي احنا ما تقول لي انتم ما تقول لي انتم انا شخصيا النظام ده مختلف معاه لي 18 سنه ما تقول لي اسي الليله طيب دي طيب تركه النظام دي بتاعت ال 30 سنه دي ممكن تتحل في 3 شهور يا دكتور نعم. خلينا نكون موضوعين يا اخي ببدا صح يا اخي اسي الليله لا جاز تفكيك لا بنزين لا خدمات، كهرباء ضعيفة جدا، يعني يا اخي في شنو الان؟ لا دقيق، لا رغيف، لا خدمات، لا وقود. دي ما ورثها يا دكتور يا اخي ورثها ورثها. تعال نسألك سؤال خلينا نكون واضحين صحيح. تعال خاطبني قول لي يا اخي انا حعذبك يعني 7 عجاف 3 سنوات سيئة سنة قول لينا انت عندكم سنة ونص حتاكلوا الجلود لكن ما تغشني ما تعمل في اذا انت ما قادر تحلها يا اخي ستيب باكورد ارجع لورا احنا بنجي نحلها انتم منو؟ انا من الناس بقدم نفسي اشارك واقدم حلول ايجابيه واقدر احل مشاكل البلد. يعني انا حاسس ان السودان ده بتنظيماته وبافراده فيه ناس مميزين جدا في كل الاحزاب السياسيه. بس اديهم فرصه يشتغلوا. وزحهم من القوالب يعني المتحجره دي. انا متاكد ابناء السودان ديل لو ناديتهم لاي قضيه ممكن يدوك حلول سمحه في قضايا الخبز، في قضايا الوقود، في قضايا خدمة المدني في أي قضية من القضايا الموجودة. يا خس إحنا ماشيين على وين؟ ماشيين على وين؟ دائما سؤال الدكتور محمد محي الدين الجماعابي حتى في النظام السابق حتى على المستوى الاجتماعي صوتك كان عالي في نقد الظواهر. يا عين يا بكري أسيت عليك الله أنت زول إعلامي وصحفي أسي لو سألتك يا أبو إحنا ماشيين على وين؟ أنت ذاتك عندك إجابة إحنا ماشيين على وين؟ إحنا في فترة انتقالية دكتور. يا أخي فترة انتقالية لبتين 3 سنة 6 شهور 3 سنة دي احنا نتعذب كده 3 سنة احنا يا اخي جابوا لنا حكومة بتاعت ناس كلهم جايين بجوازات اجنبية الانغاز برضو كان فيها العديد من الاعضاء يا راجل الجوازات يا راجل يا راجل دي معلومة يا اخي عليك دكتور. الله معقول تجيب لي ديل اللي جابوا لي من امريكا ديل ما شافوا غرب السودان ولا شافوا نهر عطبرة ولا شافوا مناطق الدامر حقتكم دي ولا مشوا النوبة الفادنية ولا طلعوا جبل الحسانية ولا شافوا أي محل ولا عارفين شرق السودان وعارفين الجزيرة فيها شنو يا أخي دي ما قادرين يقدم يا أخي دي كله الناس حملت شنط ترى كلام ما على إطلاقه كده يمكن المسألة التسقيطة عليه يا أخي دارس لك سؤال نعم. حمدوك ده ما رئيس الدولة نعم رئيس الوزراء نعم. يا أخي ده مغيب من السودان لكم نسألك نعم. كان بيقوم بدور كبير جدا يا أخي هو نعم. يا بكري في منظمة يا أخي خليه منظمة والله يا أخي كان بيعيش لروحه بس كان يمثل يا أنا داير أقول لك دي حكومة كلها جات ما عندها أي علاقة ولا تجربة في خدمة المجتمع السوداني منو جايبين لي كلهم من بريطانيا جابوا لي من أمريكا وجابوا لي من كندا جابوا لي دي ما كفاءات يا دكتور يا أخي كفاءات شنو يعني قارين قارين اكثر مننا احنا يا ابوي كفاءات منظمات يا اخوي تجارب حلوا حاجه التجارب هنا ورونا شنو جابوا شنو جابوا القروش جابوا القروض الزمن لسه بدري يا دكتور يا اخي امل نموت يعني امل الشعب السوداني يموت الزمن بدري الزمن بدري يا اخوي احنا ما ادري 3 شهور يا ابوي عندك حل قدمه لنا اس الليله دي ده شهر كم ده 12 دخل الميزانيه وينها خليه ما بسال حمدوك بسالك انت يا بكري وين الميزانيه السودان ده ارجع كده منذ ان استغله معقول ميزانيته لحد شهر 12 ما تتعرف وين الميزانيه
في تغيير كبير يا دكتور، يا بويا المسألة ما سهلة يا يعني. بكري الميزانية وينها؟ ده شهر 12 ميزانية 2020 وينها؟ عند الأصدقاء. عند الأصدقاء يا راجل. يا دكتور ليه احنا ما عندنا؟ خلينا ليه احنا ما عندنا؟ خلينا نشوف جانب ثاني مع طيب الدكتور. طيب نشوف ما عندنا ما عندنا وقت ده كله غلبك نشوف غيره. الغريب مفترض انا الأسهل هنا يعني. دكتور محمد محي الدين الجماعي، الناشط المجتمعي، عندك كان كثير جدا من التصريحات خلينا نسميها القريبة، غريبة من الغرابة يعني. الناس بيقولوا عندي مشكلة في الغين والغاف يعني في المجال الاجتماعي. تكلمت في ظل النظام السابق عن ظواهر شاذة بصوت عالي وبدرجة خلينا أقول أنه فيها نوع من التهويل في منابر، تكلمت لصحف انتشار حالات الشذوذ الجنسي في السودان، بتقول أنه نسبة مهولة جدا، وقلت في واحدة من الندوات أعتقد أنه لو أي أبو ربط ولده في ظهره برضه ما بيكون مطمئن عليه يعني، إنجاز التعبير أو إن صحت الرواية يعني. الدكتور بيتكلم بدون إحصائيات، بيتكلم بدون أرقام، بيتكلم على إطلاق، وأنا ما أدري أقول أنت طلقت، لكن بيتكلم يعني بدون أي أرقام بدون أي إحصاءات. المخدرات انتشرت، الشذوذ الجنسي انتشر، الزنا انتشر، دي حياة قريبة يعني قبل سنتين ثلاثة يمكن، ولا حتى في السنة الأخيرة يعني. منابر وصحف حتى في المؤتمر الوطني قلت الكلام ده. أجاوب لك؟ طبعا. طيب أول شيء الكلام تاع الشذوذ الجنسي ده أنا ما قلته في ندوة عامة. قلت وين؟ أنا قلته في اجتماع مقفول حضوره كان زي ما أكثر من 20-18 نفر، كان في أمانة الشباب دعوني. أمانة الشباب المؤتمر الوطني. الاتحادية. نعم. شايف؟ وتكلمت كانوا بيتكلموا عن الظواهر الشاذة، الظواهر السالبة في المجتمع. الكلام ده قلته هناك. أنا ما قلته يعني في محل بابليك عامة. كويس؟ وأنا عندي معلومات. ما تقول لي ما عندك معلومات؟ أنا عندي معلومات، لكن لما قلتها ما قلتها بالقصد الممكن أنا أضطر أطلع المعلومات اللي عندي، ما كويس. لكن أنا تكلمت عن ضرورة ضبط المجتمع. أنت الآن بتتكلم معي، أنا أمس كنت في بنك الدم. ما داروا يركعتوا فرع في العاصمة هنا. قمت سألتهم. قلت لهم ها يا إخواننا أن الإيدز كيف في الدم اللي بيجيكم؟ قال لي الآن نحن المهدد، كلام ده أمس. قال لي المهدد عندنا الآن ما الإيدز؟ شنو؟ قال لي السيفيلس. بمعنى؟ السيفيلس معناها في زنا بكمية مزعجة. الآن في الدم اللي بيشيلوا ده في السكشوالي ترانسميتد ديزيزز، الأمراض المنقولة جنسية. قالوا لي الآن بقت كثيرة جدا في الدم وفي الفحوصات. الكلام ده أمس. شايف؟ يعني أنا بدري كنت منفعل بقضية الإيدز. الايدز الان اي، لكن الان الشغله الثانيه ديك معناها كده يعني. انا ده كلام انا بيزعجني جدا. اما قضايا الشذوذ وغيره انتوا فاهمين الكلام ده يعني. انا حقيقه ما داي، انا اقدر اقول للناس المجتمع السوداني ده ما زال بخير. بس احنا امن الناس القياديين والكوميونتي ليدرز والقاده يعني امن عرفوا الظواهر دي اجتهدوا في حصار. أنا من تكلمت في أمانة الشباب قلت له أنت أنا بعد ده أي زول إخواننا كان ماشي لك لبرنامج سوق ولدك، سوق بيتك، ماشي لك لندوة ما تخلي البيت في البيت، وخذها معك وخذ ولدك معك، خلوني يبقوا ناس واعين يعني يتعلموا يستفيدوا يعني. اللبو ماشي لي عقد سوق ولده يعني ما يخلون الآن إحنا ما نخلي أولادنا عشان يوم كله ياخذوه في 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 تحت أعمدة الكهرباء. كويس؟ يعني ليه الأبو بيمشي لمناسبة وما بسوق ولده؟ ليه اللون ماشي على المناسب ما بسوق بتاعه؟ عشان الزول بيتعلم من الناس. الظواهر دي سببها شنو يا دكتور؟ السبب انتشاره ده يعني. انتشاره اول شيء يعني ضعف التربيه، غياب الاب، غياب الام. كويس؟ الوسائط التي قاعده دي تبدا من التلفزيون، من الموبايل، من غيره. يا اخواننا الزمن ده ما زي اول. هسه احنا في البيت انا ادخل اوطي وكده بناتك ده اللي مسكوا التلفونات دي للصباح، الموبايلات دي، وقاعدين في النت للصباح. ده زمان ما في يعني. الليلة دي يعني زمان دكتور النظام السياسي بيكون عنده دور. نظام العطالة والبطالة. اتفق معك. ما في نضوج، ما في نضوج فكري. أسوريني حزب واحد عنده برنامج توعوي للشباب، في تسغيف، في برامج، في رياضة. هل نحن ناس قاعدين نهي طاقة الشباب دي؟
يا اخي احنا زمان طلبه في الثانوي البرامج الرياضيه الثقافيه احنا قرينا في حنتوب، والله ما تقدر ترتاح، استيعاب عالي جدا. لكن الليله الاولاد ديل بيعيشوا بطاله شديده، بيعيشوا عطاله شديده، ابو غايب من البيت، ام غايبه، يا اخي احنا بنجي نصاص الليالي بيوتنا، اولادنا ما لاقين معانا فرصه يا بكري، شايف؟ وبعدين يعني اسي الليل الحوادث الشاذه دي اللي بسمع كلها يوم الثاني دي، كويس؟ يعني الولد اغتصبوا بتاع الدكان، اغتصبوا اولاد ما باعك برا ولا غير، يا اخي خلي ولدك جنبك، علم الرجوله، خلي جنبك، فهمه، شايف؟ يعني ودي معاك المناسب، ودي لاعمام، ودي لاصحابك، اتعلم، لكن ما تخلي لي يقعد يحرس سوعه متكهربه يا اخي. وانت ما جايب خبر، شفت؟ وبناتك ما جايب خبر، ماشيين مع منو ولا قاعدين مع منو ولا غيره. انا حاسس انه الاباء والاسره دكتور من ناحيه اخرى زي ما بقولوا، ما بتفتكر انه النظام السياسي السابق، نظام الانقاذ، فشل في صياغه الانسان السوداني من ناحيه قيميه وتربويه؟ اذا كان الصوره بال انا ارجع لك لحاجه. يعني اسي واحده من حياتها المسعده، الانقاذ دي قامت من اجل مشروع حضاري، قامت من اجل قيم، حتى قالوا دارين يسيقوا قيم الانسان السوداني، لكن قصر ما اشتغل. اتفق معك، لا اهتموا بالرياضه، لا اهتموا بالثقافه، لا اهتموا بتوظيف الشباب. بلد اقل حاجه فيها 2 مليون ولد وبنت عطاله خريجين جامعات. وانا دي مره قلتها للرئيس البشير، قلت له يا اخي انت يا اخي الشباب ديل، قال لنا انا ما بلزم، انا اقري بس انا ما بشغل. قلت له قال لك منهم بيشغلوا، لازم زي ما قريته انت وجد لهم وظائف. طيب بلد فيها 2 مليون خريج عاطل، تخيل ديل الواحد يتقلب من سرير لسرير، ما بعرف ايه، ما عنده 8-9 سنة ما لاقي الوظيفة، مش انحرف. عشان كده الليلة استعمال المخدرات زاد زيادة فظيعة جدا. برضو قرأت لك كثير من التصريحات في الحتة بتاعت المخدرات. أنا السودان عندي الآن مشروع الألف يوم لمكافحة المخدرات، لازم نعمل توعية. لكن واحدة من المعالجات الشباب ديل أملوا وقتهم، كتر الرياضة وكتر الثقافة وكتر البرامج وكتر التعب، وبعدين خلون يعني داير تسافر داير تهاجر، خدمة وطنية يا أخي، برا خدمة وطنية برا غيره، برا خدمة ولا ذا اللي يقول فرصة شغل ودون أسير مصريين ديل، والله كل يوم طياراتهم وبواخرهم دي شايل شبابهم مرقاهم برا، خليهم شو يطلعوا برا، أرض الله دي واسعة، إذا أنت ما عندك لون وظائف خليهم شو يجرب حظهم برا. لكن أنت تنزلوا من الطيارة وما تدي التأشيرة بحجة أنه ما عمل خدمة وطنية، خدمة وطنية قديش جامعة تخدتهم راسة في في في, في مصلحة حكومية ليه؟ عشان يقعد يجيب الشاي للموظفين ليه؟ ما عندك لحاجة أعمل له 3 شهور، أعمل له برامج، خليه هاجر يمرق. الآن البلد فيها عطالة، فيها بطالة، فيها عدم توظيف، ما في موضوع، ما في موضوع، ما في موضوع، رياضة منتهية، ثقافة منتهية، أنت عارف الكلام ده؟ يعني الليلة دي الأولاد ديل يا أخي ما عندك لهم مواعيد تستوعب، مواعيد اجتماعية ثقافية ما في. يعني الليلة زمان المجتمع ده ضيق. دكتور بالكلام عن الظواهر ده خلينا نشوف معك تجربتك في دار المايقومة. نعم. كان عندك تجربة طويلة جدا وسرة في دار المايقومة للأطفال مجهولي الأبوين. نعم. انتهت بخلافات وطلعت منها يعني. بينك وبين وزارة الرعاية وقتها يعني. نعم. تجربة في كثير من التساؤلات حولها وكثير من الاستفهامات أيضا. منها إنه الدكتور محمد محي الدين الجماعابي زي أشام بهذا العمل سمعة السودان. كيف؟ كلام عن الأعداد الكبيرة من الأطفال، الخروج بالملف ده لخارج الحدود، فتح الدار دي لزيارات خارجية، الكلام عن دار الأطفال مجهولي الأبوين المايقومة بقت محطة زيارة للكثير جدا من الذين يزورون السودان يعني. ده غير الاستفهامات المتعلقة بتمويل هذا المشروع يعني. استفهامات التمويل ماله؟ كلامك الأخير شنو؟ تمويل المشروع ماله؟ أنا بجيب قروش من وين؟ نعم. أنا استغفر الله العظيم. بتجيبها من وين وبتصرفها كيف يعني؟ طيب يا أخي أنا مش بجيب أنا؟ أنت مالك مالي أصرفها كيف؟ كيف مالي مالك؟ طيب سامحني أقول لك حاجة. أنا أقول لك حاجة يا بكري. طيب. دار المايقومة دي أنا في ال4 سنوات دي صرفت ما قيمته في تقديري الشخصي 12 مليون دولار. ممكن 4 سنوات من سنة كم لكم يا دكتور؟ من 2006-7 لحد 2010. صرفت كم؟ يعني تقريبا بتخيل 12 مليون دولار غرابة 12 مليون دولار. أنا قبل جبتها من وين يا دكتور؟ أنا قبل قلت لك أنا زول موبلايزر، أنا زول بتاع حراك مجتمع.
أنا بعرف أعمل موبيلايزيشن وأعرف أدعو الناس المشاركة والانفعال بالقضاء والمشاركة في التمويل وفي الصرف. ده الله أداني لا كده يعني. شايف؟ طيب أنا بقدر أخلي المجتمع يتحمل أشياء كثيرة جدا. أنت قلت إيه فتحت؟ فتحت عشان الناس توعى، يجوا طلاب الجامعات الأسر غيرهم عشان يأخذوا العزة والعبرة. وأنا واحدة الحياة كنت قاصدة دائرة الأسر دي تنفعل مع الأطفال الموجودين هنا، عشان الأطفال دي لابد أنه ينتقلوا لأسر عادية عشان يعيشوا فيه. وزمان المجتمع السوداني كان بيسوي الكلام ده من غير ضجة. أنت عملته بضجة؟ لا تك من غير ضجة يعني، زمان حاجة عادية. أنا دار أقول أنا قلت إنك أنت عملته بضجة. لا لا لا، ما هو خلاص، ما دي زمان ما كان في دار ما يقوم. يعني في الدامر ما عاد يكون دار ما يقوم. ما عندنا أصلا حاجة زي. لا زياته ما عندكم شنو؟ والكلام ده كله في المجتمع السوداني كله. نعم. يعني يعني دار تقول لي الناس هنا قطر من هنا الخرطوم ذات ما يهم ناس الجزيرة وناس الكاملين وناس الدامر وناس كلهم. حبيت أشغلك برضو. أهناي دار يقول لك شنو؟ يعني المسألة دي إحنا أشركنا المجتمع معنا. يعني أنا مرة يعني زول مواطن سوداني عنده صديق معه ديل وجاك أمرا يا دكتور وأميرات أنا ما بعرفون، لكن بيجوا الرعاية، الرعاية بتجيبهم. أنا ما بدي إذن لأي زول أجنبي، أي زول أجنبي بتديه إذن وزارة الرعاية الاجتماعية. فايز أنا ما بقدر أجيبه ولا بقدر أدخله. لكن داري أقول لك أنه النازل، أنا مرة جاني واحد زارني قال لي احتياجاتك شنو؟ والله مشيت البنك السوداني الفرنسي لقينا دخلينا 275 ألف دولار في حسابه، حساب أطفال الماي قوم. الصرف يا دكتور بصرفه كيف؟ أي طيب بصرفه في اللبن، في البامبرز، في المرتبات الأمهات. المراجعة الصرف ده منو يا دكتور؟ ما مراجع قانوني. ما أنا حساباتي كمنظمة بجيب مراجع قانوني يراجع الكلام ده كله. كويس؟ بعدين يعني انا كان سالتني في الدار دي بوضع حتى وقت انت كنت فيها تصرف عليها 12 مليون دولار يا دكتور. يا اخي انت شوف، انت عارف تخيل احنا بنجيب بامبرز بيكم، بنجيب لبن بيكم، ديل اطفال الطفل بياخذ بين 8 ل 12 رضعه في اليوم، علبه اللبن بيكم حاجه كده اسي الليله دي. انت ده لو قال لك مش اشتري لبن عادي ليه ولدك بتدوخ في الوطن، بتلقى علبه اللبن ما قال لي 400 جنيه صح؟ حصل مش هيشتري لك علبه لبن مثلا. الاوضاع زمان ما زي هسه. لا معليش، ما هي نسبه. انا داري اقول لك انه الحاجات دي كلها غاليه، البامبرز غاليه قاعد تشتريها لعيالك. مع ذلك دكتور تحدثت بعض التقارير انه نسبه الوفيات في دار ما يقوم في عهدكم ارتفعت. سيب انت، ما هو الناس ما معروف في الظرف ذاك العيال اللي بيجوا ديل بيجوا كيف. الاولاد ديل من الاول حمالات غير طبيعيه، كويس؟ اللوم ذاته بتكون عملت كذا محاوله عشان تاكله، ولدته في محله ما نظيفه، ما ولدته في مستشفى، بعد ما ولدته جدعته. كويس؟ يعني اي طفل ياخذ له 3 ساعات ل 6 ساعات مجدوع ده تجرب تقنع منه، طوال بيجوا تسمم دموي وبكتله. احنا هنا بنجتهد. انا في المده اللي انا مسكت دي جوكت عند الكادر الطبي 74 اخصائي ونائب اخصائي وطبيب واستاف نيرس اللي هي سيستر وممرضة. عملت شغل والله يكاد يكون اي طفل قصاده كادر طبي. لكن نوعية الأطفال اللي بتجي الظروف الجابينهم فيها بتكون بطالة. حيثيات الخلافات شنو بينك وبين الوزارة؟ يا أخي غيرة بس، غيرة دي غيرة من الرعاية الاجتماعية. يعني الوقت ده كان فيه أمير الفاضل، وبعدين جزء منها شغل سياسي. أنا عندي معلومات مزعجة جدا. واحدين بتخيلوا أنه أنا من واحدين قال لي في الشعبي كايسين لتمويل الشيخ حسن والشعبي، بتخيلوا أنه واحد من الناس اللي بمول الشعبي والشيخ حسن الجمعة من المايبون. الكلام ده فات والله فات ضاني ليه غادي انا. نعم. شفتها والشغل ده المحاور في السلطه دي اشتغلت فيه. شايف احنا كنا بنستلم دكتور من الحراك الكثير ده والشغل الكثير ده، حقك كم؟ حق شنو؟ حق راتبك تسيير الحمد بروشك. لله رب العالمين. يعني انا بتصرف كيف يعني؟ انا ما كنت داير زول يسالني السؤال ده، لكن انا احمد ما مقروش لكن احمد الله سبحانه وتعالى. انا لا املك بيت لحد الان في حياتي. ما عندك بيت؟ انا ما عندي بيت وما عندي قروش. كويس؟ ما عندي بيت وما عندي شهاده بحث في حياتي، ولا القطعه اللي بتوزع الحكومه دي طلعت لها شهاده بحث. والله عندي قطعه في الدنيا خطه اسكاني لحد الليله ورقه وين ما بعرف. شايف؟ وانا ما عندي قروش وما عندي بيت وما عندي ارض زراعيه، ما عندي اي شهاده بحث في حياتي ولا مزرعه ولا قلت لك ما عندي.
لكن حاجة واحدة بس، أنا رب سبحانه وتعالى أكرمني بأنه أولادي نجحوا نجاح غير عادي. بس رب أنا حاسس أنه عمل الخير اللي أنا فيه ده ربنا عوضني بنجاح أولادي. ودائما بقول للناس أي زول داير أولاده ينجحوا ويفلحوا يأكلهم حلال. أنا ما عندي قروش وما عندي بيت، وأسي ساكن في بيت صديقي 35 سنة ما بدفع إيجار. ولو قالوا لي أقول هم ما بتكلم بيهم، لأنه هو يوم واحد مما سكنت في البيت ده ما جاني والله. ولد راجل من أولاد السودان صديقي، والله أنا قاعد في بيته في العباسية لحد الليلة دي ما سألني البيت سقلوا جيت وكسرته معي أخواني وأصدقائي وأصحابي، جيب ده وجيب ده وده، جاب السيراميك وجاب شنو بنينا تاني. هسه أنا ساكن لي في غرفة، غرفة ثلاثة غرف وصالون شايف وهول ومطبخ، ده اللي قاعد فيه أنا، وما حقي وفي العباسية، وأنا عايش عيشة سمحة جدا، ما أكل شارب يعني، أي زول بيأكل بيشرب، شفتها بجامل بطلع مع الناس. أسس أجيتها كان هنا بيلاند كروزر حقة أخوي عمار، أخواني ديل ما بقصروا فيني بأي حاجة، ناقص أي حاجة كله بأولاد الله فاتح عليهم أي شيء بيصرفوا عليه. تسألهم كده أقول لك ده أخونا. الدكتور محمد محي الدين الجمعاوي الناشط السياسي والمتابعين، والله شاكر لك جزيل الشكر مشاركتي هذه الحلقة من برنامج مثيرون للجدل. انتهى الزمن، انتهى خلاص. نعم، الا لو عندك اضافه. عندي اضافه انا والله، اضافه ما تقفل لنا بها الغلط. لا لا ما بقفل لك، لكن والله انا الان اشفق على مستقبل العمل السياسي في السودان، واشفق على اهل السودان من الحكومه حقت قحط دي شايف، ومن الناس اللي بيحكموا من وراء حجاب. انا داير الناس زي اللي اجوا مارقين برا في السهل يقولوا دي حكومتنا، صادق المهدي، صدق يوسف، محمد عثمان المرغني لو بيقدر ينضم ولا بيقدر يتكلم شايف. أنا داير الحزاب التقليدية الواقفة ورا الشغل ده كله، الدقير يقولوا دي حكومتنا عشان يتحملوا تبعاتها، عشان الناس يمشلون في بيوتهم، عشان يشتكوا ليهم. البلد الآن ما معروفه ماشي على وين. أنا بعتبر الحكومة دي بدل تلف وتدور وتقبض وتعتقل وجونا والناس اللي عملوا انقلاب 30 يونيو وغيره. قبضوك يا دكتور؟ قبضوني وجوني، وفي الآخر ما فكوني في خلال ساعة ساعة ونص مرقت. ده ما عندهم أي معلومات. أي معلومات؟ ما كان عندك علاقة بالانقلاب؟ أنا برا السودان 3 سنة، أنا برا السودان. ممكن تكون برا ومشارك يعني؟ ما مشارك، أنا كان مشارك ما بدي الساعة. لكن الدائرة أقول طيب ليه قبضوك أنت تحديدا؟ دائرة أقول يا أخي ما هو مليانة هم قاصدين يعني. الرموز اسمع كلامي. أسئلة يهمني من ده كله، الحكومة دي بالله تركز على قوة المواطن، التركز على راحته، على علاجه، على خدمته، على مواصلاته، على رغيفه، على خبزه. يا اخي تركزين على القضايا الاساسيه دي، احنا بنسكت، ما عندنا مانع. عشان تنجح القضايا دي يا دكتور لازم تفكك النظام السابق. النظام السابق ياتو نظام الانقاذ يا هو خلاص ده، واحنا طوالي وده حيبقى لهم بعبع يعني. هون لحد اسي النظام السابق ده عامل لهم حجر عصره يعني. يا اخي ده وهم بس، برا الدوله العميقه، برا البشير. بشير ده انتهى الانقاذ دي انتهت. انتوا كان عندكم حاجه تقدموا، عندكم قرش علاقات جيبوها. يا اخي قدموا لنا ميزانيه 2020، قادرين تشتغلوا اشتغلوا، ما قادرين تشتغلوا ابقوا رجال وقولوا القصه دي غلبتنا. احنا جاهزين كافراد ونجيب من شباب السودان ديل الممكن يخدم البلد ونطور البلد ونامن الحريات ونخلي الناس يشتغلوا ويعيشوا عيشه. انتهى والله دكتور الزمن المخصص لهذه الحلقه. الساده مشاهدي قناه نورمان الفضائيه، انتهى الزمن المخصص لهذه الحلقه من برنامجكم مثيرون للجدل، والى لقاء في حلقه قادمه الاسبوع القادم. كونوا بخير. We'll be right back.